تاخذ الرقراص اللي هو الحق ديال جلالة الملك والحق ديال الشعب المغربي كامل اللي هو الصحافة الجزائرية اللي هي كتمثل هذاك العصابة ديال الجزائر ولكن ما كتمثلش الشعب الجزائري كامل كتمثل العصابة ديال الجزائر ولكن كنقول لهم كافة هذيك العصابة كافة وكافة من هذا الشيء اللي كديروه لجلالة الملك والشعب المغربي الشعب المغربي وجلالة الملك محمد الخامس والحسن الثاني ومحمد السادس قول لهم رجعوا للتاريخ كنقول لهم رجعوا للتاريخ ديال الاستعمار ديالكم شكون اللي حروا كنقول لهم رجعوا للتاريخ ديال جلاله الملك المغفور الله محمد الخامس والحسن الثاني هما اللي حروا الجزائر وهما اللي قراو ذوك الحكام ديالكم قراهم كلهم عاشوا في توريرت كلهم عاشوا في وجده كلهم قراو في المغرب وتكونوا من المغرب ولكن العصابه قلبت داك الشيء على المغرب تنقول لهم كفى راه اليد الممدوده مدها لكم سيدنا الله ينصرو جوج المرات و45 سنه هو كيتسنى في اليد الممدوده ومازال واخا درتوا هذا الشيء مازال كنتمناو يهديكم الله وترجعوا هذيك الفلوس اللي كتشريوها السلاح وكتمولوا بها البوليزاريو مولوا بها الشعب ديالكم مولوا بها الطرق ديالكم نميوا بها بلادكم ديروا بها طرقات وفلاحه كسبوا بها الاموال ديالكم ما تخشوش في البلاد وما حنا المغرب جلاله الملك حنا فلاحه ومشينا بعيد مشينا في تطوير بعيد في البلاد ديالنا وهذا الا كره من العصابه الا كره الا الملك ديالنا مشى لافريقيا دار استثمارات ودار نمو في افريقيا ومشى بعيد في افريقيا ومشى بعيد في بلاده من طنجه للقويره نديروا حسابات من طنجه للقويره شوفوا المغرب فين وصل ولاد الملك جينا متضامنين مع الملك ديالنا والاساءه اللي تعرض لها من طرف قناه الشروق الجزائريه وهذا الشعار هذا الشعار ما خصوش يكون لا عندهم شي مشاكل ديالهم يقضيوها ما يردوهاش للمغاربه وبالنسبه للمسائل الوطنيه احنا راه حنا كلمه واحده في المسائل الوطنيه لا تنازل عليها جيت اليوم كنتضامن مع جلاله الملك مع الوحده الترابيه المغربيه احنا بيننا وبين الشعب الجزائري غير الخير والاحسان وتنقول الشعب الجزائري الف مرحبا وهذوك الجنرالات اللي كاينه وهاد المناورات السلبيه وديال العنف كنقول لهم ديال الله يهديكم راه كتشد على الخضراء اما اليابسه كطير والمغرب راه جبل ما تيحركو ريح حنا ناس كنطلبوا السلم وكنحبوا السعاده اما العنف راه كنعرفوا له ولكن حنا ما كنبغيوش لان الله سبحانه وتعالى قال لك المسلم اخو المسلم وما يؤمن احد منكم حتى يحب لاخيه كما يحب لنفسه وتحيه نضاليه وشكرا.